السلام عليكم، معكم سيراي، وهالمرة شرح تحديات الإيفنت الجديد وهي تحديات مارشميلو. لو لاحظتوا نزلت تحديات جديدة، ولو خلصت راح تاخذ 3 هدايا من ضمنها بيكاكس خطير على شكل وجه مارشميلو. المهم التحدي الأول كثير سهل، قم بالبحث عن بوستر لحفل مارشميلو. البوستر هذا موجود في المصانع، روح نفس المكان اللي أنا رايح له وادخل من الباب وعلى يمينك راح تلاقي البوستر، قرب منه وشيله وتكون خلصت. المهم خذ البوستر وكذا تكون خلصت التحدي بشكل كامل، وبيعطيك الهدية الخاصة بالتحدي، وبيكون في تحديين كمان وبيفتحوا بعد 24 ساعة وبشرح لكم بكرة. فتأكدوا انكم فعلا الجرس، ولا تنسوا انه بيكون في حدث جديد للعبة. الحدث هذا بيكون في خريطة بليزنت بارك الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. فلا تنسوا انكم تحضروا الايفنت، واللي ما بيلحق على الايفنت لا تخافوا، لاني بنزل مقطع للحفلة بجودة فول اتش دي. وهذا مقطع اليوم، لا تنسوا لايك والاشتراك. اشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.